ذاكروه كويس. بس النهارده هناخد اليورينري بلادر والبروستيت. حلوة الصورة دي؟ حلوة. دي ايه دي؟ قارب صح؟ قارب. انتوا عارفين القارب كده ها؟ صح كده؟ هي دي اليورينا بلادر. ومش تحتها مية تبقى يورينا بلادر. القارب ده هوت هاخد منه سيكشن، هشيل منه ده كله، هاخد سيكشن منه اهو واشيل ده. هي دي اليورينري بلادر. كبرها بس شويه كده اهو. مقطع في المركب. It has an apex اللي هي ده. It has a base اللي هو ال posterior surface. The base or the posterior surface. It has ثلاثة surfaces غير البيز. مش المركب كان كده، يبقى ده inferolateral surface و inferolateral surface من الناحية التانية. انفرولاترال سيرفيس من هنا ومن هنا، وبعدين هنا هي دي البلادر نيك. دي اجزاء البلادر، يورينري بلادر، ايبكس وبيز من ورا ونيك. النيك ده هي بتطلعي على البروستيت. It lies on the base of the prostate. ده في الميل، في الفيميل على البلفيك فلور، على البلفيك فلور. البلادر لو هو ده البلفس من فوق، الكافيتي بتاع البلفس، it occupies the anterior part of the pelvis، بحيث ان الانفرولاترال سيرفيس ريليتد لللاترال سيرفيس اوف او لاترال وول اوف ذا بلبس، والبيز ريليتد للاستراكشر اللي هي بوستيرو ليها، والابكس ورا السيمسس بيوبس. ده البوزيشن بتاعها. تمام. هبص الاقي انتيريور لا هنا اهوت، بلاقي السيمسس بيوبس، مقطع في السيمسس بيوبس اهو، بحيث ان الابكس اتليتد تو ذا ابر بوردر بتاع السيمسس بيوبس، والفرنت بتاع البلادر ورا السيمسس بيوبس. البروستد ده هيت فيه ليجامنت ما بينها وبين البروستد، ما بينه وبينه السيمسس بيوبس، بيوبو بروستاتيك ليجامنت، اتنين، واحد من الناحيه دي واحد من الناحيه دي، بيوبو بروستاتيك ليجامنت. هذه الليجامنت دهيت البريتونيوم اللي كفر اليورينري بلادر، جاي من الانتيريور ابدومينال وول وكفر السوبيريور سيرفيس وكفر الابر بارت اوف ذا بيز. ده في الميل. في الفيميل ات كفرز اونلي ذا سوبيريور سيرفيس، ويجي راجع على اليوترس. It does not cover the base of the bladder in female. لكن it covers the superior surface وال upper part of the base in males only.
تمام كده؟ اوكي. هو احنا بنتكلم في ايه بالظبط؟ تلونا بلادر صح؟ تمام. ده الانتيرو ابدومينال وول اهو، الماسلز والسكن بتاعت الانتيرو ابدومينال وول. وادي البريتون بيجي من البستور ابدومينال وول، من البستور اسفل بتاع الانتيرو ابدومينال وول، كفر سوبير سيرفيس وكفر الابر بارت اوف ذا لونر بلادر ان ميلز. تمام. الابيكس اوف ذا بلادر دهيت از اتاتشد تو ليجامنت، هذا ليجامنت رايح للامبلايكس. هذا ليجامنت از كولد ذا ميديان امبلايكال ليجامنت. هذا ليجامنت دهوت ينزل في العمل لانه واضح وكلير واتاتشد للابيكس اوف ذا بلادر وليه سيجنيفيكانس. ده اصلا اوبليتريتد يوريكاس. لو هذا اليوريكاس دهوت از نوت اوبليتريتد هيعمل لي فيستولا ما بين الرينال بلادر وما بين الامبلايكاس، وبص الاقي الامبلايكاس بتاعه البيبي بتنزل يورين بيسموها كونجينيتال امبلايكال يورينري فيستولا. وفي كيس عندكم بالطريقه دي بيبي وبينزل فلويد من الامبلايكاس والفلويد ريحته امونيا، امونيا كالاودر، وهيبقى على طول تمام فلويد وامونيا كالاودر وبيبي لسه مولود وبينزل يبقى كونجينيتال يورينري فيستولا. ايه سببها؟ ان اليوريكاس اللي هو كان اصلا المفروض يحصل له اوبليتريشن تحول ليجمنت بقى بيتنت يوريكاس مفتوح ما اتقفلش، بيتنت يوريكاس فيعمل لي هذه الفيستولا. وده واضح جدا في الجثه هذا الليجمنت دهوت وبينزل في الامتحان لاهميته. نمره 2، نتيجة ان البلادر دهيت السوبيور سيرفيس بتاعها از كفرد ويز بريتونيوم. نفترض ان هذا البلادر از فول اوف يورين. لو البلادر دهيت از فول اوف يورين هبص الاقي الابر سيرفيس ده بلج انتو ذا ابدومين، لان يوجوالي البلادر ات از ان انترا بيلفيك اورجان اكسبت في التشيلدرن او النيو بورن بيبقى لسه جزء منها في الابدومن، لكن في الادلت كلها في البلبس. لكن لو حصل ان في استجنيشن اوف يورين وبقت فول بلادر، الابر سيرفيس ده ويل بلج ابوردز انتو ذا ابدومن، ولما بيبلج ابوردز بيبيل اوف يقشر البريتونيوم من الانتيرور ابدومينال وول عشان هيشدوا معاه بيقشروا بيلز اوف ذا بريتونيوم يقشروا، اصبحت الحته دهيت نو بريتونيوم لان البلادر شالتها معاه. في هذه الحاله ممكن انا ادخل ابره هنا اهو فوق السيمسيس بيوبس واجي داخل على اليورينري بلادر واجي ساحب اليورين، يسمى سوبرا بيوبيك سيستستومي. هذه السوبرا بيوبيك سيستستومي is done especially in children، لان الشيلدرن صعب انك انت تدخل له القسطره من اليوريثرا وممكن يحصل انفكشن وتحصل بلاوي، فيفضل سوبرا بيوبيك سيستستومي. احط الابره above the symphysis pubis وداخل في اليورين بلادر وساحب اليورين اللي هو متحوش ده نتيجه اي سي اوبستراكشن لليورين بلادر نتيجه ان البلادر فول والبيبي از نوت او تشايلد از نوت ايبل تو باس يورين
سوبر بيوبس. في هذه الحالة I will not injure the peritoneum. I will not enter the peritoneum. منش خايب من peritonitis خالص. في سوبر بيوبس is a safe procedure because the peritoneum is peeled off upwards by the dilated bladder. So I will not injure the peritoneum. I will not enter the peritoneum. Peritonitis cannot be occurred. Suprapubic cystectomy. هبص الاقي الفرونت اوف ذا بلادر ازيتد لهذا الكافيتي. هذا الكافيتي ات لايز بيهايند ذا سيمسس بيوبس ان فرونت اوف ذا بلادر اند ان فرونت اوف ذا بروستيت. من تحت ذا بروستاتيك ليجامنت من فوق البريتونيوم اللي كان قافل ناو. هذا الكافيتي ده هو بيسموها كيف اوف ريتزياس. Cave of Ridzias ولازم اعرفه لان في نوع من الرابشر بتاع البلادر الانتيريور وول هو اللي بيحصل له رابشر فبيجي نازل في الكيف اوف ريدزياس. اهميته بالذات الانتيريور او الاكسترا بريتونيال رابشر بتاع البلادر لسه هنشرحه. في الاكسترا بيرتونيال رابشر ده هوت البلادر بتبقى امتي فاضيه فيهاش يورين او فيها يورين شويه صغيرين. نمره اتنين بيحصل في تروما يحصل فراكشر بيلفس يحصل فراكشر بيلفس. فالفراكشر بيلفس دهوت يجي داخل في الانتيريور وول اوف ذا يورينري بلادر ويعمل رابشر للبلادر. الرابشر هتنزل اليورين هنا مش هتنزله في البريتونيوم خالص. مالهش دعوه بالبريتونيوم نهائي لان البريتونيوم كفر الايه السوبيريور سيرف. السوبيريور سيرف مش هيرابشر فيرابشر الانتيريور وول. فده اللي بيسموه اكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يورينري بلادر. في هذه الحاله دهية العيان هبص الاقيه جاي بتروما وجاي بيباص small amount of urine وبلاد من اليوريثرا نازل بلاد من اليوريثرا هيماتوريا ويورين with blood وتروما وفراكشر بيلفس. يبقى دي اكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يورينري بلادر والموست الاماونت اوف يورين هتروح للكيف اوف ريدزياس لان هو اللي قدامها كيف اوف ريدزياس. ريدزياس ده اسم الراجل اللي عمله وكيف يعني كهف. ده بالنسبه للكيف اوف ريدزياس. بالنسبة للريليشن بتاعت اليورين البلادر بالنسبة للميل هلاقي دي السيمسس بيوبس اهوت اليورين البلادر اهي ونايمة على البروستيت اهي والبروستيت نايمة على البلفيك فلور وادي البروستاتيك يوريثرا وادي البلبل يوريثرا وادي البنايل يوريثرا لغايه الخارج وراها هبص الاقي الريكتم وهنا اهوت الانال كانال. والبريتونيوم كفرنج ات جاي من الانتيريور ابدومينال وول ات كفر ذا سوبيريور سيرفيس كفر ذا ابر بارت اوف ذا بوستيريور سيرفيس ويجي على الريكتم ويعمل هنا هو باوش. هذا الباوش اسمه ريكتو فازيكال باوش. في سمول انتستن لارج انتستن
whatever في intestine. The superior cell بتاع البلادر related لي intestine, small intestine, large intestine, the superior surface. البيز بتاع البلادر related لهذا البوش ما بينه وما بين الريكتم, وهذا البوش ده هوت في intestine ايضا. بقيت البيز اوف ذا بلادر, لو بصيت للبيز اوف ذا بلادر اهي تريانجل ان شيب, ده البيز اوف ذا بلادر اهي. وادي نايم على البروستات اهي, وده البيز من الباك. هلاقي اليوريتر داخل في السوبيرو لاترال انجل بتاع البيز اليوريتر, وهلاقي الفاز ديفرنس, الفاز ديفرنس كروسنج اليوريتر ان فرونت, ويجي داخل على البيز اوف ذا بلادر ويحصل له دايلاتيشن. وهذه الدايلاتيشن بيسموها امبولا, امبولا يعني حاجه دايليتد, امبولا اوف ذا فاز من ناحيه طبعا, ومن ناحيه الثانيه. وكل أمبولة of the vas تجي مديها دكت. ده أنا بتكلم على الريشة بتاعت البيز. البيز بتاع البلادر الأبر بارت بتاعه ريتد لهذا الإيه؟ الباوش. لكن بقيت الحتة ده إيه؟ وراها الحاجات دي كلها. الأمبولة of the vas وراها. وبعدين على اون لاترال سايد بتاع الامبولا اوف ذا فاز بلاقي ساكيوليتد ساك. هذه الساكيوليتد ساك اون بوث سايدز. هذه الساكيوليتد ساك بيسموها سيمينال فيسيكل. هذه السيمينال فيسيكل ده هيت it does not store السبيرمز, لان الاستورج بتاع السبيرم في الابيديدمس, لكن دي بتدي فلويد, سيمينال فلويد for nutrition for the pH of the semen. Most of the bulk of the semen fluid, the volume comes from this seminal vesicle, so it's very important as for nutrition for survival of the sperms. هذه السيمينال فيسيكل بتدي دكت, كل دكت تتحد مع الدكت بتاعت الامبولا اوف ذا فاز من ناحيتها, ويعمل له ايجاكولاتري دكت, يجي داخلين في اليورينري, داخلين في البروستات عشان يفتحوا في اليوريثرا. دي اليوريثرا بتاعت البروستات, دو ايجاكولاتري دكت الناحيه دي وايجاكولاتري دكت الناحيه الثانيه, دي الايجاكولاتري دكت. اتنين, واحده من ناحيه واحده من ناحيه, داخلين في البروستات عشان يفتحوا في البروستاتيك يوريثرا, ايجاكولاتري دكت. فده ريليشن ما بينها, ما بين ده كله وما بين ده الريكتم وراها. ده البيز اوف ذا بلادر. The most important thing in that area ان هذه السيمينال فيسيكل ده هي it is supplied by sympathetic nerves comes from ganglion L1. L1 ده it supplies هذه السيمينال فيسيكل, it also supplies the ampulla of the vas. ودي قيمتها في السمباسيكتومي. لو في لمبر سمباسيكت, لمبر سمباسيكتومي انا بقطع نمرة 2 ونمرة 3, L2 وL3 جانجليا. لو انا قطعت L1 ده اهي, هبص هيحصل باراليسز لمين؟ السمنال فيسكول امبولا اوف ذا فاز. مفيش ايجاكيوليشن. الايجاكيوليشن ويل بي افكتد. وبالتالي مفيش ايجاكوليشن, هيبقى العيان امبوتنت, مش هيخلف.
لكن السمباسيكتومي will not affect الاريكشن. برا سمباسيكتومي بيأفكت لكن هو الافكت ايجاكوليشن. And this will, وعندكم كيس في ال في البتاع في عندكم في العملي على السمباسيكتومي. انتم مش سنه ثانيه؟ مش كان عندكم كيس لمبر سمباسيكتومي؟ وايه الافكت بتاعها على الاجاكوليشن وعلى الاريكشن؟ وليه العيان وعندكم كيس جاله بعد السمباسيكتومي جاله امبوتنس نتيجه افكشن ليه ال واحد اللي دمر ال واحد. فعشان كده السمنال الاجاكوليشن ويل بي انهندر لان السمنال فيسكل استابلايد بال واحد سمباثيك. ده بالنسبه للبيز اوف ذا بلادر. عشان كده في الميل لو عملت بي ار للعيان اي كان فيل البيز اوف ذا بلادر. اي كان فيل البيز اوف ذا بلادر. لو في تيومر كارسنوما في البيز اوف ذا بلادر اي كان فيل ات باي بي ار اكزامينيشن. If there is a stone على البيز اوف ذا بلادر اي كان فيل ات through BR examination لان البيز اوف ذا بلادر in front of the rectum. فالبي ار examination can examine the base of the bladder, can examine a stone related to the base of the bladder, can feel a carcinoma affecting the base of the bladder by BR examination. انتوا فاهمين حاجه؟ تمام. ده بالنسبه للميل. بالنسبه للفيميل هبص الاقي ده السيمسيس بيوبس اهي وادي اليورينال بلادر اهي. مفيش هنا بروستد بقى في يوريسر على طول. وهنا هوت مفيش ريكتم بقى في الايه اليوترس والفاجينا. وبعدين هنا هوت الريكتم والانال كانال. فبالنسبه للفيميل ورا البلادر دهيت بلاقي الفاجينا. عشان كده بي في اكزامينيشن اي كان فيل ذا بيز اوف ذا رينال بلادر ان فيميل لان وراها الفاجينا. والبريتونيال كفرنج جاي من الانتيرو ابدومينال وول كفر السوبر سيرفيس ما بيروحش البوستير سيرف بيجراج على اليوترس تو كفر اليوترس. عشان كده ات كفرز اونلي السوبر سيرفيس. والباوش ده هوت اسمه يوترو فازيكال باوش فيري سمول وفي سمول انتستين. ده بالنسبه للايه للريليشن بتاعت البلادر. انا قلت لكم ان ليه انفرولاترال سيرفيس. الانفرولاترال سيرفيس ده ريتد للوول بتاع البلفس. مش انا قلت لكم دي مركب والمركب لها بوز ولها انفرولاترال سيرفيس ناحيتين وريتد للاترال وول اوف ذا بلفس. ريتد للاترال وول اوف ذا بلفس. مش مهم هي ريتد لايه بالظبط. لكن لاترال وول اوف ذا بلفس في اوبتريتور انترنس في ليفيتور اناي ماسل في ريتروبيوبيك فات. اوكي ده بالنسبه للريليشن بتاعت اليورينري بلادر. لو دخلت في اليومن بتاع البلادر لو فتحت البلادر وبصيت للبيز من جوه هلاقي ادي لنا البلادر مفتوحه اهي وادي البيز اوف ذا بلادر اهو تريانجولار ان شيب. ده البلادر من جوه فتحت الوول بتاعها وفتحتها وبصيت للبيز بتاعها من جوه. البيز بتاعها من جوه بيسمى اللي هو الترانجولر ده اهو بيسمى الترايجون. تراي يعني ثلاثه جون ليه انجلز.
السبولاتر انجل دي هلاقي فيه فتحه بتاع اليوريتر وفي ريدج انتريوريتريك ريدج ودي فتحه الايه اليوريتر وابص الاقي بتنتهي من تحت نهوت بسفنكتر اللي هو الانترنال يوريسترال سفنكتر محوط البلادر نيك وكونتينيوس مع البروسة اللي تحتها وده انفولانتري سفنكتر ده البلادر من جوه كاركترستيك لهذا الترايجون ان هلاقيه سموث لكن البلادر وول هبص الاقي في ريدجز وترابيكلي لان المصل بتاعه البلادر اسمها ديتروزر مصل هذه الديتروزر مصل بيعملوا انترمينجلينج مع بعضهم كده اهو بحيث انهم ايه لفين على بعض عشان يخلوا البلادر وان يونت لو وانس نات كونتراكت سو كل البلادر ويل كونتراكت اند باس يورين مفيش حته كونتاكت والتانيه لا عشان كده بص الاقي المصل دي مصل جايه كده دي مصل جايه كده دي مصل جايه كده فلاقي الوول فيه ترابيكولي لكن الترايجون سموث لان الميوكس ممبرين از اتاتشد للاندرلاينج مصل فعشان كده مفيش تعرجات خالص ثانيا هتعرف الامبريولوجي ان ده امبريولوجيكا ديفرنت من اليورين بلادر فديفرنت في الشيب ديفرنت في الامبريولوجي بتاعته ذا ترايجون ترايجون تمام الانتين السفنكتر ده محوط البلادر نيك وده انفولانتري سبلاي بسمباثيك وبارا سمباثيك السمباثيك والانكريز التون وديكريز التون بتاع الماسل وول بتاع اليورينال بلادر ده سمباثيك لكن البارا سمباثيك تعمل كونتراكشن اوف ذا وول وريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر اند ويل ليد تو يورينيشن ده كل الكلام ده هو المفروض تاخدوه في العملي بس انا بديه عشان هتلاحظوا ان هو مش موجود اصلا في المذكره اللي قدام كل اللي انا بقوله مش موجود ده عشان اكمل العملي لان ده بينزل سؤال من هنا وسؤال من هنا ما بتفرقش بقى عملي ولا نظري بتلاقي السؤال موجود وخلاص اهم حاجه كمان من ضمن الاسئله اللي بتيجي ابص الاقي واحد فتح البلادر عشان يشيل ستون فلاقي فيه ورا في ورا الانتينا سفنكتر دهوت في الترايجون في اليفيتد اريا وده نورمال ابص الاقي جوه البلادر في اليفيتد اريا حته اكن حاجه جايه من تحت وبلجنج جوه البلادر بيسموها يوفيولا هذه اليوفيولا دي نتيجة ان الميديان لوب بتاع البروستات الميديان لوب بتاع البروستاتا هو اللي عامل بلج في البيز اوف ذا بلادر وعامل اليوفيولا وده نورمال نتيجة الميديان لوب اوف ذا بروستات ما هتعرفوها بعد كده هو اللي عامل بلج جوه لان البروستات تحتها والميديان لوب في النص هو اللي عامل بلج ده برضو احيانا في سؤال كده ايه هو البلج ده وسببه مين اللي عامله ده الميديان لوب اوف ذا بروست ودي يوفيلا وده نورمال البلادر از سبلايد باي فازيكال ارتري سوبيريور فازيكال ارتري وانفيريور فازيكال ارتري والاثنين يعني زي بعض ادي البلادر اهي السوبيريور فازيكال ارتري جاي لها من الامبليكال ارتري الامبليكال ارتري ده برانش من الانتيريور ديفيجن اوف ذا انترنال اليا هذا الامبليكال ارتري ده بيدي السوبيريور فازيكال ارتري
وبعد كده بيبقى هو obliterated جايلها من الانتيريور الياك. الفينس رينج ساعتها بتعمل فينس بليكسس حوالين الوول بتاعها، وهذه الفينس بليكسس بتسمى فازيكال فينس بليكسس، بتروح للبروستات اللي تحتها للبروستاتيك فينس بليكسس، بتدرين انتو ذا بروستاتيك فينس بليكسس اللي حوالين البروستات. ده البلاس سبلاي بتاعها. الفينز بتاعتها بتعمل بليكسس تروح للبروستاتيك فينس بليكسس. الارتر اتنين، سوبيرو فازيكال وانفيرو فازيكال ارترز. نيجي لو في ستون في اليورينري بلادر، ستون في اليورينري بلادر، وده فيري كومن كويستشن على فكره وكيس. ستون في اليورينري بلادر نمره واحد، ديسيوريا، ديفيكالت في الميكتوريشن، هيماتوريا، دم في البول، ممكن ديسيوريا وممكن ديسيوريا ومعاه هيماتوريا، فريكوينسي اوف ميكتوريشن اللي كل شويه عايز يروح للحمام، وسترانجري زي ما قلت لكم. سترانجري يدوب يلحق يروح الحمام، كل شو عايز يروح الحمام تاني، ويدوب يلحق يا ملحقش. اوكي، لكن الحاجة اللي تميز، طب ما لو في يوريسرا هيحصل فيه ديسيوريا، لو في يوريسرا فيها حاجة هيحصل فيه هيماتوريا، لو في يوريسرا فيها حاجة ممكن يحصل فريكوانسي، لو في يوريسرا ممكن يحصل كله. لكن ماذا يميز البلادر؟ لو لقيتها في الكيس بلادر على طول وبلا تفاهم ان هذه الديسيوريا والهيماتوريا ده هي تيرمينال. ابص على في ديسيوريا العين يقول لي بالذات اخر البول at the end of micturition، لان at the end of micturition البلادر بتعصر نفسها عشان تنزل بقيه اليورين، فبيبان بقى الديسيوريا وبيبان الهيماتوريا اكتر. تيرمينال هيماتوريا بلادر على طول، تيرمينال ديسيوريا بلادر على طول، مفيهاش تفاهم. البين ابص الاقي ديورنج الميكتوريشن فيه بيرنينج بين، بيرنينج سنسيشن، حرقان، بيرنينج سنسيشن ايضا كاركترستيك للبلادر. اما الاقي بيرنينج سنسيشن دي بلادر، تيرمينال بلادر، الاثنين مع بعض والله العظيم بلادر. ادور في العملي اشوف البلادر فين، هي دي صح، مفيهاش تفاهم. ثانيا هذا البين ده هو بيروح للسوبرا بيوبيك ريجون، الاقي بين في السوبرا بيوبس اباف سيمسس بيوبس بلادر، ديسيوريا، هيماتوريا، بين فو سيمسس بيوبس بلادر، بلادر. مش كده وبس، مش كده وبس، ده البين بتاع البلادر ده هو بيروح للتيب اوف ذا بينس اور ذا كليتوريس ان فيميل، كاركترستيك ذا تيب اوف ذا بينس، اسبيشالي لو الستون ده هيت نايم على الترايجون، اي حاجه تعمل اريتيشن للترايجون بين شوتينج تو ذا تيب اوف ذا بينس على طول. كاركترستيك ايضا للبلادر بين، كاركترستيك للبلادر بين. عشان كده لو لقيت تشايلد عمره مثلا 5 سنين او 3 سنين
وبيشتكي من ديسيوريا. طبعا هو مش هيقول لك ان عندي ديسيوريا، لكن هبص ديورنج ميكتوريشن ابص الاقي فيلينج سيفير بين من تعبيرات وشه ديسيوريا. يجي يتبول بيل ابص الاقي يصرخ كراينج. During micturition indicate ان في severe pain. وكاركترستيك لهذا البين if لو child وdysuria وcrying on micturition and stretching او touching the tip of the penis. لو شفت هذا المنظر stone urinary bladder كاش هزار كاركترستيك تلاقي طفل صغير ودي فيها كيس كلينيكال كيس patient طفل صغير screaming. screaming يعني بي ايه؟ screaming يعني ايه؟ يعني بيصوت screaming during micturition بيصوت يعني معناه ان في ديسيوريا. وبص الاقيه بيشد البينس بتاعه تيب اوف ذا بينس بيشدها. اول ما اشوف المنظر ده ستون بلادر وعامله ارتيشن ده وشد انفستيجيت العياده واكس راي وكل البصايب كلها كاركترستيك ودياجنوستيك. ما ننساش المنظر ده. انا عايزكم تلفوا الشوارع النهارده وتدخلوا البيوت كلها وتشوفوا الاطفال الصغارين لو لقيتوا المنظر ده هو تقوم ده ستون بلادر في كل شوارع مكه كلها، لانه ممكن ما تلاقيش الا واحد بس في مكه كلها. لازم ايه تاخدوها النهارده كلها حمله قوميه. طيب 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 نفترض ان انا عيان عنده ديسيوريا اوكي سوبرا بيوبيك بين زي بعضه تيرمينال هيماتوريا بلادر تيرمينال ديسيوريا بلادر بين ريتد تو ذا تيب اوف ذا بينس بلادر. عملت اكزامينيشن ليه على بطنه ودي كاركترستيك على فكره. ادي سيمسز بيوبس هنا اهو لقيت في سوبرا بيوبيك بلج يعني نورمالي ما يبقاش في بلج في المنطقه دي لقيت في بلج. الايه اللي يقول لي ان في بلج؟ ان المفروض لو انت نايم في ترانسفيرس كرييسز اباف ذا سيمسز بيوبس في تانيات في البطن في جدار البطن في السكيم بتاع البطن ترانسفيرس كرييسز موجوده في كلكم. لو بصيت للعيان ده هو وليت الكريسس دي مش موجوده انديكيت ان في حاجه بلجنج وستريتشنج للسكن سوبرا بيوبيك بلج ولوس اوف ذا ترانسفيرس كريسس اباف ذا سيمسز بيوبس انديكيت ان دي بلادر ان دي بلادر بلادر كبرت في اوبستراكشن تحت فالبلادر كبرت ودخلت الابدوم مش تدخل الابدومن دخلت الابدوم تعمل سوبرا بيوبيك بلج ولوس اوف ذا ترانسفيرس كاركترستيك. انت تبص العين كده اهوت تلاقي سوبرا بيوبيك بلج ومفيش ترانسفيرس كريس على طول تعرف دي بلادر من غير ما تفاهم ولا انت فاهمين حاجه. انت فاهم حاجه؟ ها؟ مش فيه تانية؟ مش انت عندك هنا اهوت في ايدك ده في كرييسز اللي بيقرا الكف مش دي كرييسز؟ دي كرييسز تانيات عندي في بطني هنا اهوت برضو الاقي فيه تانيات في تانيات في البطن ترانسفيرس كرييسز. لو نام واحد عيان هتلاقي فيه ترانسفيرس كرييسز خفيف فوق السفرة فوق ده ومفيش بلج كرييسز اهي كرييس دي كرييسز دي سكين كرييسز هتلاقي فيه تانيات كده. ما لقيتش تانيات ممسوحه وسوبرا بيوبيك بلج انديكيت ان دي بلادر.
انت فاهم حاجه؟ دي كاركترست. وفي كيس، في كيس في النظري وفي كيس في العملي عليها. وزيك تلاقي البلادر القطها بمنتهى البساطه بتلات اربع كلمات، تيرمينال تيرمينال، لقيت تيرمينال خلاص اسيب الامتحان وامشي، خلاص انا عرفت الحل، خلاص تيرمينال هيماتوريا، خلاص بين سوبرا بيوبك بين بلادر، لوسف سوبرا بيوبك بالش بلادر، لوسف ترانسفيرس كري بلادر، بين ديسيوريا والتيب اوف ذا بينس بلادر، وهذا الطفل الغلبان ده هو بلادر ستون، مش كده، مش بلادر بس ستون. يعني شوف انت بتشخص حاجه ما شفتهاش خالص، ولا عملت لها اكس راي ولا عملت لها اي حاجه، لما تلاقي هذا المنظر ده ستون، موست ستون اوف ذا يورين بلادر. فيورين بلادر لها كاركترستيك، لا كاركتر فيشر ما لا 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 تنسى ابدا. بيرنينج سنسيشن، بيرنينج سنسيشن ده ما بيجيش الا اصلا مع البلادر بين. بيرنينج، كلمه بيرنينج برضو، كلمه بيرنينج. وده كله بيجي مع الستون بلادر او انفلاميشن اوف يورينري بلادر، لان الستون اوف ذا بلو جول اليورينري بلادر دهيت ممكن تجرحها الانترنال سفنكتر وتيجي سدان، فخلاص البول مفيش طريق، فبص تلاقي البلادر كبرت وعملت بلج سوبرا بيوبك بلج ولوستران فيس كرييس و و و و و و و. تمام، ادي سيمسيس بيوبس اهي، وادي اليورينري بلادر اهي، ونايم على البروستات اهي، وادي الريكتم وراهم اهو، وادي الانتيريور ابدومينال وول اهو، وادي البريتونيوم اهو، والبريتونيوم اهو. صح كده؟ نفترض ان احنا عندنا واحد البلادر بتاعته فول مليانة بول، لما مليانة بول هبص الاقي بلج ابورز، صح؟ صح ولا غلط؟ مترد اذا كنتوا مش فاهمين قولوا لي، انا جاي بدري عشان امشي بالراحة عشان تفهموا، فلو مش تفهموا قولوا لي. فول بلادر، فول بلادر، بلادر مليانة يعني دخلت الابدومن، وحصل جاء اتوبيس خبطه، لما يحصل خبطه الاتوبيس ده هوت ايفن لو ما حصلش فراكشر بيلبس حتى، هبص الاقي البلادر مشدوده، هتيجي مفرقعه البلادر، اللي هيفرقع مين؟ السوبيريور سيرفيس، وتيجي منزله اليورين والبلاد انتو ذا ابدومن، وبيسمى انترا ابدومينال او انترا بريتونيال رابشر اوف ذا بلادر. احنا خدنا اللي فات ده كان اكسترا بريتونيال رابشر، انت فاكر حاجه؟ امال انت نايم ليه؟ انتوا فاكرين الاكسترا بروتونيال رابشر؟ لما قلنا هو خد والبلادر كانت فاضيه ودخل عمل فراكشر بيلبس والعظمه بتاعت الفراكشر دخلت في البلادر في الانتير وول ونزلت في الكيف اوف ريزياس، والعينه بص الاقي ان جاي بيعمل سمول اماونت اوف يورين وبلاد نازل من اليوريسرا مع البول، وقلنا ده اكسترا بروتونيال رابشر اوف ذا رينال بلادر، لما البلادر تبقى امتي، لما البلادر تبقى فول بلادر ويحصل رابشر، هيحصل رابشر للسوبيريور وول، انما في الثانيه كان الانتيريور وول هو اللي اتعور،
انما دي السوبير وول هو اللي هيفرقع رابشر لانه ستريتشد مليان يورين وهينزل كل اليورين والبلاد في البريتونيوم. عشان كده هذا العيان هبص الاقي ممكن داز نوت باس يورين وذير از نو بلاد حتى نازل لان مفيش يورين اصلا نازل لانه كل حاجه دخلت في البريتون. هينزل ايه؟ هبص الاقي اما فيري فيري سمول اماونت اوف يورين وبلاد يا اما ذير از نو يورين نو بلاد والعيان عنده رابشر لانه كل الاماونت اوف يورين دخلت في البريتونيه. والرابشر دي عليها كيس والتاني عليها كيس. حط في دماغكم كده. والسؤال بيبقى which of the following walls of the bladder is most probably ruptured. عايز يعرف اني واحد فيهم او التايب اوف رابشر، هل هو اكسترا بريتونيال ولا انترا بريتونيال؟ الانترا بريتونيال الاقي ذير از نو يورين نو بلاد. لو لقيت في الكيس نو يورين نو بلاد اعرف ان كله نزل في البريتون. لو لقيت اليورين باس يورين وهيماتوريا او بلاد في اليورين يبقى اعرف ان ده اكسترا بريتونيال لسه فيها البلادر يورين نزل. ده الكيس. لو لقيت ده فول بلادر يبقى ده انترا بريتونيال رابشر. لو العين ده كان امتي بلادر يبقى ده اكسترا بريتونيال رابشر. كاركترستيك لهذا العيان ده هو ان اليورين هينزل في البريتون فيعمل بريتونيال اريتيشن. ثانيا لو عملت اشعه هبص الاقي جراوند جلاس ابيرنس كاركترستيك جراوند جلاس. انتوا عارفين الازاز المنغمش ده مش فيه ساعات بيحطه في البيوت في الابواب في ازاز منغمش ما يبينش اللي وراه او المنغمش ده هو جراوند جلاس. لو عملت اشعه هلاقي اكن بالظبط جراوند جلاس في الابدومن اعرف ان في يورين دخل في الابدومن وفي انترا بريتونيال رابشر للبلادر. جراوند جلاس كاركترستيك. لو سمعت كلمه جراوند جلاس ده انترا بريتونيال لان اليورين هيبان بيلمع بالظبط زي الازاز في الاشعه بس ازاز منغمش. ولا انتوا عارفين منغمش ولا انتوا عارفين ازاز؟ تعرف ازاز يعني ايه؟ جلاس. ايه؟ مش اسايتس بريتونيال البريتونيال فيلد اوف يورين. الاسايتس معناها ان البريتون هو اللي بيرشح الميه. اسمع الكلام. اسايتس مينز ان في ديزيز بتخلي البريتون يرشح الميه. انما ده البريتون يا عيني غلبان في حاله جت البلادر فرقعت ونزلت فيه الميه دي مش اسايتس. لكن البريتونيوم از فيلد وذ يورين لكن مش اسايتس. مش اسايتس ابدا ما تعتبرش اسايتس. لا في تاريخ الامه العربيه لا تعتبر اسايتس. لكن لو دخلت في مثلا في اعماق من التاريخ القديم في ايام قدماء المصريين ممكن. فالديبنس انت فاهم ولا لا؟ مش اسايتس. اوعى تقول اسايتس دي جريمه. تمام. يبقى عندي رابشر بتاع البلادر اكسترا بريتونيال رابشر انترا بريتونيال رابشر. ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا افرقهم ازاي؟ كذا اكس راي فيها كذا. لو قال لي اكس راي جراوند يبقى ده انترا بريتونيال رابشر. ما هو مش هينفع مع التاني لان التاني ما دخلش في البريتونيال حاجه. تمام. اي عيان بيشكي من تيرمينال هيماتوريا لقيت تيرمينال هيماتوريا لازم اشك في مين؟ بلادر. العيان ده الكانسر بلادر عنده هيماتوريا وخاصه تيرمينال هيماتوريا
كارسنوم اوف ذا urinary bladder. انما الكانسر بتاع الكدني توتال هيماتوريا في كل البول هيماتوريا, لكن الكارسنوم بتاعت البلادر تيرمينال هيماتوريا. ولو عملت بي ار للعيان ده ممكن الاقي ماس وهارد ماس. هارد مينز كانسر, هارد ماس مينز كانسر, زي دي بالظبط كده هارد ماس وتيرمينال هيماتوريا. هو از ذا سايت اوف ذا كارسينوما بلادر يورين بلادر. اوكي حلو, نيجي للبروستيت. نيجي للبروستيت. البروستيت دهيت زي ما كانت التانيه لها بيز وايبكس ولها انفرولاترال سيرفيس, هي هيها بالظبط, بس البيز بتاعها ابوردز عامله زي الكون. البيز بتاعها ابوردز والايبكس بتاعها داونوردز, وهذه البيز الايبكس بتاعها دهيت نايمه على البلفيك فلور او اليوروجينتال دافرام. يوروجينتال دافرام, اليوروجينتال دافرام الابر لير بتاعته هي البلفيك فلور على فكره, هي الليفيتوري ناي ماسك ده البلفيك فلور الابر لير بتاعته. فعشان كده لو قلت على البلفيك فلور اوكي صح, على اليوروجينتال دافرام. اليوروجينتال دافرام ده كله مع بعضه بما فيهم اللير ده اهي, واللير اللي تحت ما خدتوش لسه برينيم, لكن ده كله يوروجينتال دافرام عباره عن كافيتي على فكره, والكاف ده مقفول. ليه ابر لير الفلور بتاع البلفس وليه لير من تحت وفي ماسلز جواه واليوريثرا بتعدي جواه. تمام. البيز بتاعت البلادر البروستيت دهيت از ليتد تو ذا بلادر نيك. عشان قلت البروستيت ادي البلادر نيك اهي, والماسل وول اللي عامله السفنكتر انترنال از كونتينوس مع الماسل وول بتاع اللي على البروستيت, لان البروستيت عباره عن فايبرس تيشو وماسل فايبرز وجلاند, فايبرو ماسكولار جلاندولار تيشو دي البروستيت. فايبرس تيشو فيها ماسل وول وليها فيها جلاند بروستات جلاندز وكون شيب. البيز بتاعها از تو ذا بلادر نيك, والماسل وول سراوندنج الانتينال يوريثرا سفينج از كونتينوس اولسو على اليورينري على البروستيت. تمام. الايبكس بتاعها نايم عليه جنتال دافرام, جواها في يوريثرا لان ده فتحه الانتينا سفينكتر لازم يعمل يوريثرا عشان ينزل, هينزل البول فين يعني. دي البروستاتيك يوريثرا جوه البروستيت وفيوزي فورم بروستاتيك يوريثرا. هذه البروستاتيك يوريثرا داخل فيها الايجاكولاتري داكت. عشان قلت لكم في ايجاكولاتري داكت, واحده ايجاكولاتري داكت داخله اهو تفتح في البروستاتيك يوريثرا عشان ما هينزلوا السيمن فين في اليوريثرا, واحده من الناحيه الثانيه تيجي داخله في البروستات وفاتحه في البروستاتيك يوريثرا. دي ايجاكولاتري داكت ودي ايجاكولاتري داكت. معايا؟ لو مش معايا قولوا. مجف كله عباره عن اوضه مقفوله كلوزد, بس انا مش عايز اشرح تفاصيل فيه لان ده البرينيال ممبرين وده الفلور بتاع البلفس, والبرينيال ممبرين بيجي جاي من قدام ماسك في الفلور ومن ورا ماسك في الفلور وسايب الكافيتي.
بيسموه الديب برينيال باوش. انا مش عايز اشرح التفاصيل عشان ما لخبطكمش. هو بس كلوز وده يورجنت الدافرام وخلاص. والبلفيك فلور هو العامل الابر لاير. تمام. بالمره البروستاتيك يوريسرا. البروستاتيك يوريسرا ده هي ببص الاقي فيها في البوستير وول بتاعها لو فتحتها بلاقي فيه ميديان ريدج. ريدج. حته بارزه من البوستير وول. وحواليها طالما دي بارزه يبقى حواليها ايه؟ داخل لجوه. هذه البروست الجاكارد تفتح on both sides of the ridge. لكن اللي جنبها ده هي الحتة اللي داخلة لجوه اسمها ساينس. بروستاتيك ساينس. تفتح فيها البروستاتيك جلانز. يبقى دي الاجاكولاتي داكت تفتح on both sides of the urethral crest. لكن الساينس اللي على جانبي الاليفيشن ده هو تفتح فيه البروستاتيك جلانز. انتوا معايا؟ وذلك اللي بيفتح في البروستاتيك اليسرى حاجتين، ايجاكولاتي داكت والبروستاتيك جلاندز، هم دول بيفتحوا. واليوريسرا ده هي ممتده من البلادر نيك عشان تدخل لليوريسرا اللي هنا، عشان تكمل اليوريسرا اللي طالعه لبره للبينس. فلازم البول ينزل هنا. تمام. تمام. يبقى ده البيز بتاعها وده الايبك. الانفرولاترال سيرفيس زي ما كان البلادر لا انفرو قد انفرولاترال سيرفيس او انفرولاترال سيرفيس اهو. هنا اهوت بلاقي الايه ريتد لي الفلور بتاع البلفس. البلفيك فلور. البلفيك فلور ماسل ضخمه جدا. اللي عامله البلفيك فلور دي اسمها ليفيتور اناي ماسل. عامله ريتد الانفرولاترال وول. وزيك دي اللي شده البروستات وشده الرينال البدر لفوق عاملاها سبورت. وزيك بيسموها ليفيتور جلاندولي او بروستاتيك جلاندز او بروستاتيك ليجامنتس او بروستاتيك ليفيتور او ليفيتور بروستيت اي حاجه. المهم ده الفلور بتاع البلبس. ودي ماسل ضخمه جدا اسمها الليفيتور اناي ماسل. شد البلادر لفوق وشد البروستات لفوق عاملها سبورت. لو حصل لها ويكنس الاقي البلادر والبروستات نزلوا. حصلت مشكله. ده بالنسبه للسيرفس. ده البيز ده الايبس والانفراترال سيرفس. اوكي. هبص الاقي بالنسبه لهذه التركيبه دهيت هلاقي البروستاتيك جلاند اتكونت من 5 لوبس. ادي ايجاكولاتي داكت ايجاكولاتي داكت. اللوب اللي في النص ده هوت ما بينهم ده اللي بيسموه الميديان لوب ما بين التو ايجاكولاتي داكت. الميديان لوب. including the upper part of the urethra. ده كل ده كله الميديان لوب. ولذلك هذا الميديان لوب هو اللي بيبلج في البيز اوف ذا بلادر عشان يعمل اليوفيلا. ميديان لوب. وعلى جانبي اليوريثرا ده لاترال لوب اهو ولاترال لوب اهو. ومن قدام في انتيريور لوب ومن ورا في بوستيرير لوب. ولذلك اللوبز بتاع البروست 5. ميديان لوب واثنين لاترال لوب. واحد انتيريور وواحد بوستيريور. الانتيريور فيري سمول والبوستيريور فيري سمول. لكن الميديان لوب اهو والاثنين اللي على الجنبين دولت لاترال ولاترال. واحد انتيريور وواحد بوستيريور. دي الخمسه لوبس اوف ذا بروستيت. خمسه لوبس اوف ذا بروستيت. خمسه لوبس اوف ذا بروستيت. لو حصل سينايل هايبرتروفي بتاع البروستات اللي هو بيسموه بروستاتيك هايبربليزيا. الناس الكبار في السن
بعد سن الستين بلاقي البروستيت is enlarged نتيجة هرمونال ديستيربنس. كل الناس enlarged بروستيت. لما بيحصل ده بيسموه بروستاتيك هايبربليزيا. البروستاتيك هايبربليزيا بيأفكت مينلي الميديان لوب والاثنين لاترال لوبس. دول اللي بيكبروا وخاصة الميديان لوب ده لان مليان جلانز. بالسنايل اللارجت بروستيت او بروستاتيك هايبربليزيا الكوما الميديان لوب والاثنين لاترال لوبس هم اللي افكتد. هما اللي افكتد. الحتة اللي انا هقولها دي مش تفهموه بس very important و very important ليك كطبيب. انا عندي انت بتقول البروستات ده الميديان لوب اهو اوكي وحواليه اللاترال لوب صحهم اللاترال لوب من هنا ولاترال لوب من هنا صح لو اللاترال لوب ده هو كبر تضخم مش في فص هنا وفص هنا لو ده تضخم وتضخم الجروف اللي ما بين الفصين هيزيد ولا لا هيزيد صح ما هم كانوا كده كان في او ما كبروا فالجروف اللي ما بينهم هيزيد ويبقى بريزيرفد ما يروحش لان ده حته وده حته انت فاهمين حاجه فالجروف او السلكس اللي ما بين التو لوبس هيبقى موجود صح طب انا ده فص وفص وكبير وفي السلكس موجود اهو لو انا عملت بي ار للعيان ده السلكس ده هحسه ولا لا هحسه واحس ان هو بريزيرفد معناه بروستاتيك هايبربليزيا مش كارسينوما لو عملت بي ار لعيان ولقيت في سلكس از بريزيرف دي مش كارسينوما دي هايبربليزيا بدليل ان السلكس ما بين التو لوبس از بريزيرفد والله ما انتوا فاهمين حاجه انت قلت لي اتنين لوبس ولو حصل سنة راجل بروستيت اتنين لوبس اللاترال لوبس هيكبروا لو عملت بي ار العيان السلكس از بريزيرفد الاقي اللوبس الكبيرة لكن السلكس از بريزيرفد السلكس از بريزيرفد معناه ده مش كارسينوما ده مش كارسينوما ابدا لا يمكن امال كارسينوما تبان ازاي؟ كارسينوما يوجوال ارايزز فروم ذا بوستيريور لوب البصور لوب اللي هو ريدومنت اللي هي كلام فاضي تطلع منه الكارسينوما ولذلك ادي اللاترال لوب اهو البصور لوب هنا على السلكس لو كبرت عمل كارسينوما هيوبليتريت السلكس ولا لا هيقفله اعمل بي ار سلكس از نوت بريزيرف ذير از نو سلكس وعليه ابص الاقي فيه ماس وماس هارد اشك كارسينوما على طول ما فيش سلكس بريزيرفد وفي هارد ماس كانسر بروستيت والله ما نقول انت فاهمين حاجة انت فاهم حاجة طب انا قلت اخر كلمة ايه ده انا قلت اخر كلمة بروستيت عشان تعرف بس انك انت نايم انت فاهمين حاجة دي كيس ودي كيس كلينيكال كيس في الاكزام A patient مش عارف 6 years old patient complaining of urinary problems مش هيقول بقى urinary problems بتاع BR examination sign the two loops lateral loops are enlarged with preserved sulcus in between which is the most probably likely the diagnosis sulcus so enlarged senile enlarged hyperplasia prostatic hyperplasia على طول تاني يقول لك بيشنت يشتكي من بين مثلا وبيشتكي من بين في اللور هقول لكم ليه
في اللور بارت بتاعت الفيرتبرال كولم في اللور بارت اوف ذا باك، وعملت البي ار اكزامينشن الاقي اللوست سالكس بين ذا تو لوبس وذ ذا بريزنس اوف ا سمول هارد ماس كانسر بروستات. خدتوا البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انجن. البروستاتيك سبيسيفيك انجن ده حاجه بيعملوها في اللاب، يعني لو علقته عالي قوي ده مع الكارسنوما. بي اس اي بس بروستاتيك سبيسيفيك انجن ده لقيه فيري هاي ان كارسنوما. فلو لقيته في الكيس ولقيته فيري هاي فيري هاي بي اس اي تعرف ان انا ماشي مع الكارسنوما. الزو انه ممكن يبقى عالي هنا هو برضه، بس هو كاركترستيك فيري هاي في الكارسنوما اوف ذا بروستيت. ده اللوبس بتاعت البروستيت، ده اللوبس اوف ذا بروستيت. الكلام ده مهم يا جماعة، مش مهم بس عشان الامتحان، المهم عشان حياتكم العملية، لان 100% لازم هتصطدم او اصطدمت ببروستات. اكيد عندكم جد، اكيد عندكم جد، والجد ده هو بيشتكي من some sort of problems في اليورين. ما هي البروبلم كاركترستيك للبروستاتيك هايبربليزيا؟ بروستاتيك هايبربليزيا ابص الاقي البروستات حوالين اليوريثرا، حوالين البروستاتيك يوريثرا، فلما ده يبلش جوه البلادر هيشد معاه اليوريثرا كمان. لو الميديا لوب ده هو دخل في البلادر هيشد معاه اليوريثرا في اي نقطه بول، لان اليوريثرا بقت اكسبوز جوه البلادر. ده لما يكبر كده اهو هيجي شادد اليوريثرا بتاعته كده اهو، اصبحت اليوريثرا جوه البلادر. لو نقطه بول اتكونت ولمست اليوريثرا العيان عايز يروح الحمام، وايه اللي هيعمله على نفسه؟ ولذلك ابص الاقي ايرجنسي ايرجنسي. ايرجنسي يبقى ده جاي من الحمام، لسه طالع من الحمام وعايز يدخل تاني. ليه؟ لان انه اي نقطه بول اي بول هيمسك اليوريثرا، والبروستاتا اصلا اول ما ينزل بول في اليوريثرا على طول تتبول. وزيك في التبول، تبص تلاقي انت بتبدا البول مجرد انك في وسط البول اوتوماتيك اللي بيمشي بينزل لوحده. ليه؟ لان اكسبوز اليوريثرا. فده بقى ايرجنسي، لازم اروح الحمام. نمرة اتنين بريسيبتنسي، ممكن يتبول على نفسه. نمرة تلاتة فريكونسي اوف ميكتوريشن سبيشالي ات نايت. تبص تلاقي بالليل داخل طالع الحمام، داخل طالع الحمام، داخل طالع الحمام. فريكونسي اي شويه بول يتجمعوا عايز يروح الحمام على طول، ويتجمعوا تاني عايز يروح. فريكونسي اوف ميكتوريشن سبيشال دورينج نايت ايرجنسي، لازم اروح دلوقتي. ثانيا ابص الاقي فيه دريبلينج اوف يورين، دريبلينج اوف يورين في نهايه ات ذا اند اوف ميكتوريشن. ابص الاقي ذا بيشنت ويل باس دروبس كونتينيوسلي، دروبس ما يقدرش يقف. بص الاقي دروبس ات ذا اند اوف ميكتوريشن، دروبس 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 كتيره، انديكيت برضو لارج بروستيت. هذا العيان ده هو هي كان ديفيكالت تو ستارت الميكتوريشن،
and difficult to end المكتوريشن. يروح الحمام عشان يبدأ التبول difficult، مش على طول كده هو يتبول، لا difficult. ثانيا عشان ينهي هذا البول difficult أيضا، عن difficult فيه. dribbling of urine, urgency, frequency of micturition especially during night. ثانيا او ابص الاقي اساله bifurcation of the urine stream، اقول البول الستريم بتاع البول بيحاول بيتقسم، bifurcation of the urine stream bifurcation. وسترانجري bifurcation of the urine. دي كلها علامات سنايل اللارج بروستاتيك هايبربليزيا، ودي هتلاقيها اكيد شفتوها 100% مع اي احد من افراد الاسرة اللي هم الكبار في السن، وده نورمال لاي واحد كبير في السن بيحصل له اللارج بروستاتيك. دي كاركترستيك لسنايل اللارج بروستاتيك. لما يجي لك عيان بالمانيفستيشن ده يقول لك دريبلينج اوف يورين ات ذا اند اوف يورينيشن، دي بروستاتيك. عيان urgency of micturition with frequency special during night، لو جه في الهيستوري بروستاتيك حطها في دماغنا بروستاتيك، بروستاتيك هايبربليزيا. bifurcation he cannot difficult to start difficult to end the micturition بروستاتيك هايبربليزيا. لما يكمل لي بقى PR examination the sulcus is preserved، يبقى دي بروستاتيك هايبربليزيا على طول. ها؟ الايه؟ السلكس. ماله؟ السلكس يعني حته داخله لجوه، سلكس. لما يحصل عندي ادي لاترال لوب ولاترال لوب اهو. اللاترال لوب ما بينهم في خط، خليه خط. لما يكبر اللاترال لوب هيكبر، هيكبر. الخط ده دخل لجوه. اصبح في جروف ما بين التو لوبس، هو ده السلكس. سلكس يعني حته داخله لجوه. فاهمين حاجه؟ ده انديكيت انكم مش فاهمين. انا جاي عشان تفهموا. لو المحاضره كلها قضيتها عشان تفهموا حاجه انتوا عايزينها يبقى انا نجحت. مش مهم اكمل المحاضرة، لكن مهم الحتة اللي في المحاضرة اللي تسمعها لازم تكون فاهمها وتطلع من المحاضرة ان هو تفاهم حاجات من المحاضرة تقدر انت تكررها من غير اي حاجة. يعني بعد تطلع المحاضرة اسأل نفسك، لو عرفت تكرر حاجات كتيرة جدا المحاضرة يبقى انت نجحت، لو ما عرفتش وده يوجوالي يبقى انت ايه المحاضرة دي كنت aimless hopeless recurrent. الحاجات دي مهمة جدا حتى في حياتكم العملية. لما تتخرج تبقى دكتور ويجي العيان يشتكي لك من شكوى تقدر تشخصها على طول، تقدر تفهمها على طول. لما تعمل بي ار للعيان وتلاقي تعرف يعني كده، ده كله ده هتصطدموا بيه. الحاجات دي كلها لازم تصطدموا بيه، لازم تصطدموا بيه، فعشان كده لازم تعرف. طيب استنى بس عشان ايه الحته ده اهي ريزل شويه، ادي البريزل ذا بروستيت اهي، وادي البروستيت اهيت، وادي الايبكس اهيت، وادي على اليوروجينتال دافرام اهو، وادي البروستاتيك يوريسترا فاتحه هنا اهو. وكونتينيوس مع البلادر والايجاكولاتري داكتا همت داخلين من البوستيريور سيرفيس بتاع البروستات وبيفتحوا في البروستاتيك يوريسترا. وانت قلت لي ده الميديان لوب واثنين لاترال لوب وواحد قدام وواحد ورا. اوكي جه واحد قال لي لا احنا هنقسمها تقسيمه ثانيه، لان التقسيمه دي قديمه قوي
من ايام قدماء المصريين. يعني لو رحت للاهرامات والمعابد هتلاقيهم رسمين البروستات خمسه لون. فده من زمان قال لك لا ده انا هقسمها حاجتين. نمره واحد، الحته اللي ما بين الايجاكولاتي داكت ده هي واخده الابر بارت بتاع اليوريسرا دي هسموها السنترال لوب. او سنترال زون. بلاش لوب عشان يبقى دي تقسيمه جديده. سنترال زون. السنترال زون دي يقابلها هنا مين؟ الميديال لوب. ولذلك في السنايل اللارج بروستيت مين اللي هيحصل له يكبر؟ السنترال زون. لان السنترال زون هي الميديال لوب. والميديال لوب هو اللي كان بيكبر ويدخل في البلاذر ويعمل لي مشاكل اليورين كلها. الحته اللي حوالين اليوريسرا بس بيسموها ترانزيشنال زون. ترانزيشنال زون. صح كده؟ بقيه البلادر كل بقيه البروستات كلها بيسموها البريفرال زون. فعندي الترانزيشنال زون دي اللي حوالين اليوريسرا. سنترال زون الاريا ما بين التو جاكولاتي داكت. بقيه البروستات بريفرال زون. الكارسينوما تطلع في مين؟ في البريفرال زون. لان البريفرال زون ده هي واخده جزء من اللاترال لوب ومعظمها بوستيريورلي ورا. يعني البريفرال زون ده هي معظمها بوستيريورلي. ولذلك الكارسينوما بتطلع من البوستيريور هنا اهوت لوب، بتطلع من البوستيريور وول اللي هو فيه البريفرال زون. البريفرال زون از ا سايت اوف كارسينوما. لكن السنترال زون از ا سايت اوف هايبربليزيا اوف ذا بروستيت. السنترال زون يقابلها الميديان لوب. لكن البريفرال زون ده هي اللاترال لوبس والبوستيريور. وعشان كده البوستيريور ده يبقى ذيس از ا كومن سايت فور كارسينوما اوف ذا بروستيت. لان عملت بي ار هيس البريفرال زون لان هي اللي ورا كلها. انتوا فاهمين حاجه؟ فدي التقسيمه الجديده، ذا نيو كلاسيفيكيشن اوف ذا بروستيت. دي التقسيمه القديمه وستيل فانكشنينج وستيل فيها كيسز. يقول لك كام لوب عشان تقول له خمسه لوب. لكن سام تايمز يجراح لس ايه التقسيمه الجديده. يقول لك السنترال لوب يشابه مين؟ الميديان لوب. البريفرال زون دي تشابه مين؟ تشابه اللاترال والبوستيريور لوب. سايت اوف كارسينوما البريفرال. السايت اوف هايبربليزيا از ذا ايه؟ ذا سنترال زون. قول انا سامعك. نمره واحد، الايج بتاع العيان يوجوالي بتاع الكارسينوما اكبر. التاني تلاقي ميدل ايج. نمره اتنين، الشكوى بتاعته. تبص تلاقي الكارسينوما هتلاقي ديسيوريا تيرمينال هيماتوريا وتيرمينال ديسيوريا. اوكي هتقول لي ما الستون معاها زي بعض ديسيوريا وتن. تمام. البي ار اكزامينشن ممكن احس الستون وممكن احس الكارسينوما. الكارسينوما هارد ماس فيكسد ماس، لكن ديت بتتحرك او ممكن ازقها تبعد. ثالثا
ممكن العيان يجي الستون ده تيجي قاعده في الانترنال سفنكتر وتعمل يورينال اوبستراكشن بلادر نيكو اوبستراكشن. الكارسينوما مش تعمل بلادر نيكو اوبستراكشن. ثانيا لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت العيان بيخس ما بياكلش وهيماتوريا هيماتوريا هيماتوريا هيماتوريا. الستون ممكن معاه هيماتوريا مره لكن كلها ديسيوريا ديسيوريا وفريكوينسي وكل لكن الثانيه هيماتوريا هيماتوريا لان دي كارسينوما ترمينال بلاد فرانك بلاد نازل وعيان بيخس ومثلا يكون عنده زي في مصر عندنا مثلا يكون عنده بالهرزيزيس فده بريدسبوزل كارسينوما بتاعه البي ار كان ديفرنشيت. لو حصل بلادر ليفت ديستون لكن الفاينل الانفستيجيشن راديولوجي كان جيف مي بايوبسي اندوسكوبي. لو دخلت في البلادر بالاندوسكوب هتقول لي كل حاجه بقى دي ستون ودي كارسينوما واخد عينه من الكارسينوما واعمل عينه بايوبسي. البايوبسي هي دي اللي كان تقول والله العظيم دي كارسينوما او والله العظيم دي مش كارسينوما البايوبسي. انما كل اللي قبله كله جاست دي كذا ممكن تكون كذا موست بروبابلي كذا لكن شفتها بعيني وبايوبسي طلعت كارسينوما دي كارسينوما. فاش هزار بقى انت فاهمين حاجه ممكن يكون الاثنين مع بعض. انا مش عايز ادخل في الموضوع ممكن الاثنين مع بعض وكومن الاقي كارسينوما وستون لان دي الستون بتاع نتيجه انفكشن والكارسينوما بتعمل انفكشن الاقي الاثنين مع بعض. ما لناش دعوه بالموضوع ده خالص انسوه. نيجي للايه البروست الثاني. انت انا عارف انك انت مؤامر يعني انت عامل مؤامره لتضييع الوقت المحاضره لقيتها طويله قلت لازم اشيل منها نصها فعمال بقى ايه تعمل الكلام ده. انا عارف ليك اتجاهات مدمره في عصر النهضه. طيب ادي البروستات اهي ادي الرينال بلادر اهي وادي البلادر نيك اهو وادي البروستات تحتها اهي وادي الايبكس اوف ذا بروستات اهو تمام. هبص الاقي البروستات لها اتنين كبسول في كبسول دهيت اللي هي ترو كبسول دي الكبسول زي اي جلاند على الكبسول بتاعت ده ترو كبسول. لكن في انذر كبسول بره نتيجه كوندنسيشن اوف ذا كونكتيف تيشو اراوند ذا بروستيت ويعمل لي انذر كبسول this is called false كبسول. فالبروستيت متحوطه باثنين كبسول واحده ترو وواحده ايه فولس تمام كويس. ما بين هذه الكبسول دهيت فيه فينوس بلكسس فينوس بلكسس فينوس بلكسس فينوس بلكسس. هذه الفينوس بلكسس بيسمى بروستاتيك فينوس بلكسس بروستاتيك فينوس بلكسس very huge plexus. ما بين التو كبسولز ودي اللي بتدرين البروستات مش بتدرين البروستات بس وبتدرين الفازايكال مش احنا لسه قايلينها الفازايكال فينوس بلكسس الفازايكال فينوس بلكسس فينوس درين بتاع اليونال بلادر بروح لها مش كده وبس من قدام بيجي لها ديب فين من البينس بيسموه من قدام هنا اهو بيجي ده ديب دورسال فين اوف ذا بينس بيدرين انتو ات
من قدام، يعني بيجي لها من فوق الفينس، من قدام الفين ده جاي من البينس، درين البينس انتو ده بروستاتيك فينس بلكسس، من الخلف هذه البروستاتيك فينس بلكسس بالدرين انتو the internal iliac vein، بالدرين انتو the internal iliac vein ده نهايتها، دي البروستاتيك فينس بلكسس. الارتيريا سبلاي بتاع البروستات جاي من الانفيريور فازايكل، انفيريور فازايكل اللي هو كان بيسبلاي اليورينال بلادر، ده بيروح ايضا للبروستات، انفيريور فازايكل ارتري، انفيريور فازايكل ارتري بكل اللي ما بين البلادر والريكتم سبلاي باي ذا انفيريور فازايكل ارتري، اي حاجه بما فيهم كمان البروستات تمام، لكن الفينس درينج through this prostatic venous plexus اللي ما بين التو كابسولز، ان هذه بتدرين ايضا الفازايكال فينس بلكسس، بتدرين الديب دورسال فين اوف ذا بينس، وبتروح اصلا الفاينل درين ذا انترنال ايلياك. الفينس بلكسس ده هيت از فيري امبورتنت، از فيري امبورتنت. ليه بقى؟ هبص الاقي البروستاتيك فينس بلكسس ده هيت بتتصل ب valveless vein بالvertebral venous plexus، وهنا تقع المأساة. هذا الفين ده الفينز ده هي اللي بتوصل ما بين البروستاتيك فينس بلكسس وما بين الفيرتبرال فينس بلكسس فالفلس، ما فيهاش صمام، نمره بيسموها فينز اوف باتسون، اسم الراجل وصف فالفلس فين، يعني الدم يجي من هنا يروح هنا والدم يجي من هنا يروح هنا براحته. ما تصحى يا اخي، يعني خلاص يعني النوم حبك دلوقتي. الحاجات الامبورتنت الشيطان يجي يوزك فيها، يعني وانت بتصلي يجي يوزك الشيطان، تتاو عايز تنام تعبان مش عارف ايه، والشيطان يقعد يلعبك وينيمك ويشتتك كله عشان بعد ما تخلص صلاة يبعد عنك، تلاقيك صح صح وفايق وزي العفريت. ده برضو الاستاذ ده قاعد في المحاضره اشتغل عمال يلعب، قاعد ينام ينام ينام، يعني لا هو سامع ولا هو عارف ولا هو حاجه، وبعد ما يخلص المحاضره ابو خلي بالكم منه هتلاقي زي العفريت في عينيه مفنجلك دوت وبيجري ونازل وزعق ليه، خلاص المحاضره خلصت افوق بقى انا بنام في المحاضره بس. غلط غلط والله، انا كنت زي بعمل زيك بنام في المحاضره، بس لقيت انها غلطان، يعني بضيع يعني حاجات المفروض تسهل لي حاجه في 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 الدنيا و... والله ما انت فاهم حاجه. البروستاتيك فينس بلكسس از كونكتد تو ذا فيرتيبرال، الفيرتيبرال فينس بلكسس دي حوالين وجوه الفيرتيبرال كولن، جوه العظم ده الفين الفين فالفلس، اند ذس از لو في كارسينوما اوف ذا بروستيت، الا الكارسينوما اوف ذا بروستيت باسز ثرو ذيس فينز تو ذا فيرتيبرال فينس بلكسس اند باسز تو ذا فيرتيبرال كولن ذا سكال الريبس، كل البون ده اهي يروح لها الميتاستاسيس بتاعت الكارسينوما اوف ذا بروستيت عن طريق الفيرتيبرال فينس بلكسس. وكاركترستيك للكارسينوما بتاع البروستيت المفروض ان لو كارسينوما بعتت ميتاستاسيس في العظم، العظم يتكسر يحصل فراكشر بون على طول لانها بتاكل العظم، ده نورمال.
البروستاتيك كارسينوما لا، ده بتروح تعمل نيو بون فورميشن. نيو بون فورميشن كاركترستيك بيحصل فيها سكليروزس ونيو بون فورميشن. ولذلك ابص الاقي في الاكس راي، وفي اكس راي عندنا هنا عندنا اكس راي وبتنزل في الامتحان العملي. هذه الاكس راي ابص الاقي ادي الفيرتبرال كولمن اهو، بيبان في بلين اكس راي الفيرتبرال كولمن اهو، وادي السكرم اهوت، وادي الهيب بون الناحيه دي والهيب بون الناحيه الثانيه والسيمفسيس بيوبس، وادي الفيمر والحاجات دي كلها. ده بلين اكس راي. ابص الاقي بياض ميتاستاسيس ونيو بون فورميشن، ابيض اسكليروزس. سكلروز ابيض، بوطش بيضة، بوطع بيضة على الفيرتبرال كولم وعلى الإلياك بونز وعلى السكرة. دي انديكيت بروستاتيك كارسينوم. ما تعملش الحركة المش ولا بد هي غير بروستاتيك كارسينوم، لانها بتبعت بون متاسس في الفيرتبرال كولم عشان الفينز ده اهي، وهي اصلا سكلروتيك، فهتبان في الاشعة بيضة. لا، بوطش بيضة نيو بون فورميشن بروستاتيك كارسينوم، وعندنا اشعه بالطريقه دي وما يعملش الحركه دي بروستاتيك كارسينوم. وعن طريق مين؟ عن طريق ده. اند ذس اكسبلينز واي بروستاتيك كارسينوم سبريد للفيرتبرال كولم، للسكال، توصل للسكال، للريبس، لكل البونز بتاع الاكزل سكيلتون ده عن طريق الفينز ده، فينز اوف باتسون، لان دي فالفلز فين. لو الواحد كح وعنده كانسر بروستات، المالجنان سيلز والباس من الكارسنوما توصل لو كح، ليه؟ لان دي فالفلز. لو حذا اثناء الميكتوريشن، لو حذا اثناء الديفيكيشن، كارسنوما والباس بريشر يزيد في الفينس دي يتمشي، لان دي فالفلز فين. ادي احد قيمة هذه الفينز اوف باسون ودي الفينس بليكسس بتاع البروستات. ادي اول واحدة. ادي اول واحدة. حاجة تانية، لما يحصل فيه اللارج بروستات والمانيفستيشن اللي قلت لكم عليها ده، موست بروبابلي مين اللي هيكون عامل المشكلة؟ الميديان لوب. الميديان لوب كان زمان بيفتحوا جراحة ويعملوه ويشلوه، دلوقتي قال لك لا، ده انا ادخل عن طريق اليوريسرا، ادخل منظار عن طريق اليوريسرا من اهو، واجرح للميديا اللوب ده هوت، واشطه بالمشرط واجي شده معايا ومطلعه، والعيان بعد كده يبقى زي الفل، ولا فتحت بطنه ولا حاجه بالمنظار. بيسموها TUR، هتسمعها كتير جدا في المستشفى، TUR ترانس يوريسرال ريسكشن اوف ذا بروستات، TUR ترانس يوريسرال ريسكشن، هتسمعها كتير جدا في المستشفى ده لو رحتوا. يعني اعتقد ان يعني سنه ثالثه دي ماكسيمم، سنه ثانيه ماكسيمم، بعد كده مفيش، صح؟ مفيش. يعني واحد بينام هيروح ازاي المستشفى ده؟ هيطلع ازاي تاني ثالثه ورابعه وخمسه؟ لا يمكن. تاني اللي بينام ده هو قاعد يكتب ويتكلم، وقاعد في البتاع بيتكلم اهو، وقاعد يعمل ده ما يطلعش. ده هيقعد في سنه ثانيه، ده وده في سنه ثانيه. مين كان نايم تاني في سنه ثانيه؟ ده يروح سنه ثالثه ويقعد هناك. انا بضحك معاكم على فكره، انتوا احسن ناس على فكره، هتبقوا ممتازين جدا، بس انا احب ان انا ايه اهزر معاكم، وده من حقي. ليه حق ان انا اهزر براحتي؟ بس ما تاخدوش كل كلامي على ايه؟ على محمل جد. هتلاقي ان ثلاث ارباعه اي كلام. انتوا ناس ممتازه يعني بصراحه، وفيكم ناس ممتازه، شفتهم في المستشفى بصراحه بعد ما اتخرجوا، حاجه مشرفه صراحة، حاجة مشرفة جدا. فانتوا لو تذكرتوا اكتر كمان واجتهدتوا اكتر، هتبقوا حاجة نخبة من الناس الممتازة بصراحة.
تمام. على الاقل لو عييت حد الاقي حد يعالجني حتى مش يموتني. تمام. التي يو ار، التي يو ار از فيري كومن. ادخل بالمنظار واشيل الميديان لوب. اوكي. نمره واحد ونمره عشره لغايه نمره عشره هيموريدج، نزيف لان انا مش شايف. انا بعمل ريسكشن لحته، الدم اللي فيها هينزف، مش بشوف الارتري اربطه ولا حاجه، لا انا بشيل. هيموريدج، الموست كومن سايت اوف ذيس هيموريدج البروستاتيك فينوس بلكسس. Hemorrhage during or after operation with TUR, the common source of this bleeding is prostatic venous plexus. وده clinical case. عيان مش عارف عنده كم سنة بيشك من كذا كذا. TUR is done. After TUR there is severe hemorrhage, which is most probably the common site of this hemorrhage. ويجيب لك كذا حاجة من ضمنها prostatic venous plexus. بروستاتيك فينوس بلكسس. ادي الحاجتين المهمين عليها. طيب. خلاص يعني انا قربت امشي. انا قربت امشي. هاخد الريليشن بتاع البروستات اللي ورا. دي البلادر اهي، وادي البروستات اهيت، وادي البروستاتيك يوريسرا، وادي البيت اليوريسرا. على فكره اليوريسرا دي مهمه جدا، لازم تذاكروها كويس، وبينزل فيها اسئله في العمل في النظري. ورا البروستات، ورا البروستات هلاقي الريكتم، الأمبولا اوف ذا ريكتم، أوسع حتة في الريكتم. ورا وذلك بي آر أي كان فيل البروستات وأعرف اللارجد ولا لأ. وكاركترستيك اللارجد سنايل اللارجد بروستات أو الهايبربلي إنها رابري انكونسيستنس، يتك عليها رابري أكنها مطاطة. إنما الكارسينوما هارد ستون، حسوة، زلطة. عشان كده بي ار اكزامينيشن اي كان فيل البروستات وكان فيل بروستاتيك كارسنوما، اي كان دايجنوز سينايل انلارج بروستات باي بي ار اكزامينيشن. اوكي. البريتونيوم اللي جاي من على البلادر ده اهي بيجي رايح هنا ورايح على مين؟ على الريكتم، وعامل الباوش ده. هذا البريتونيوم ده هو كان زمان ممتد لغايه السكين، لكن بعد كده حصل اوبليتريشن للبارت من البريتونيوم ده هو، وبقى اوبليتريتد وعمل سبتم كده اهو، عمل فاشيا ما بين البلادر بقيتها والريكتم والبروستات. هذه الفاشيا دهيت اسمها ريكتو فازيكال فاشيا، او الاسم المحترم اكثر احتراما ولا دينون، دينون دينون فيليرز فاشيا، دينون فيليرز فاشيا. اسم طويل لكن ايه اسمه موسيقي، ممكن ايه اسمه دينون فيليرز فاشيا. يبقى هي الفاشيا دي ما بين البروستات وما بين الريكتم. هذه الفاشيا فيري سترونج فاشيا. ابص الاقي الكارسينوما بتاع البروستات ده اهي، ات داز نوت انفيد الريكتم اكسبت فيري ليت. ليه؟ بيكوز ذا برينس اوف ذيس فاشيا. الاقي كانسر بروس يكبر، كانسر بروس يكبر، كانسر بروس، it does not infiltrate the rectum، برغم الريكتم وراه على طول. Because this is true. وهكذا بالنسبة للكارسينوما اوف ذا ريكتم. الاقي عيان عنده كانسر ريكتم، it does not invade the prostate، برغم البروستات قدامها على طول.
because of the presence of this fascia. It's a strong fascia, it's a strong plane that prevents early spread of cancer prostate into the rectum or early spread of carcinoma of the rectum into the prostate because of the presence of this Didon Villiers fascia. It's my الجن ده في بتاع في محبس الجن ده في عند الحرم. ايه اللي انت بتقوله ده يا اخي؟ اتكلم هادي يا اخي. يا اخي بقول له اسم دون بيفشوا الجن. جن ايه؟ هدخل انا عفاريت هنا. ده الايه البروستات والليفل بتاعها والبي ار والكانسر والبلازيا واللوبس والزين واعتقد ان هي كده انتهت البروستات وانتهت البلادر. اليوريثرا لا تنسوها. اليوريثرا في الميل والفيميل لا تنسوها. في كومن كويستشنز بتيجي عليه ذاكروها كويس جدا لانها مش موجوده اصلا في المحاضره لكن موجوده في العملي عندكم. يا شكرا معلش انا تعبتكم معايا.